بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرف قلنا لك سباك عبد المجيد. طبعا انتم عارفين ليش الله حق صح. شوف عنوان الفيديو. طبعا مسوي زوم على وجهي نطلع فيني السروال اليوم. مزاج ما بيغير من ليت صراحه. كل ما جيت اسوي فيديو الا اقوم اغير، واحيانا تغيير اللبس هو اللي يخليني ما اسوي فيديو، فقلت اسوي فيديو في رافنيله. طيب معنا نت رنر. طبعا انا سويت نت رنر قبل شوي، مو قبل شوي، اليوم اللي راح تمام براجع راحت، كانت عن نت رنر ستيبل. اوكي طبعا بسوي نفسي عاقل عشان ما اضحك، ولا كل ما اشوف شكلي بس دي اضحك رافنيله. طيب فنت رنر طبعا قلت لكم تجي نوعين، يجي ستيبل مبني على كوبونتو متوافق مع ديبيان، ويجي منها نسخه ثانيه اللي هي رولينج. رولينج طبعا نسخه متدحرجه ما لها اصدار معينه واسم اصدار معين، اللي راحت كان اصدار 14، لكن هذا على حسب التاريخ. اوكي فحسب تاريخ ملف الايزو تسمى النسخه ماشي. فتاريخ الايزو الحالي هذا هو 4/2014 اوكي، اللي بشهر 4 اللي راح تم اصداره، لكن حسب موجود ما هو موجود بالموقع حقهم انه تقريبا كل 4 شهور او كل 3 شهور او من شهرين ل 4 شهور ينزل ايزو جديد، على حسب اذا كان في زي ما تقول. انا اعتقد يعني هذا تبرير بس انه على حسب، هل اذا كان في تغيير ملف الايزو نفسه ممكن يطلعونه، اما اذا ما في فهي بالنهايه مجرد توزيع متدحرجه تسوي له ابديت وتمشي. طيب طيب الجميل بالموضوع طبعا هذه متوافقه برضو، اذا اللي يفهمون بالارش لينكس او اللي يستخدموا ارش لينكس فهذه متوافقه مع الاي يو ار ايضا، فالاي يو ار تلقائيا موجود، ممكن يستخدمون ايورت ما ادري بصراحه، بنشوف الحين. كل ما هو موجود التوزيع ذي من ناحيه الجماليات والشكل فهو موجود هنا. الاختلاف اللي بيكون بين هذه وذيك انه اداره البرامج تقريبا، وايضا في اداره النظام بشكل عام، لانه بيكون هذه زي ما تقول ممكن تكون اسرع شوي تمام، لانه مبني على المانجارو، مانجارو اللي مبني على ارتش لينكس، ويبدو ان مانجارو بتكون محطه البناء التوزيعات اللي على ارتش لينكس. اوكي شفت شكلي وضعك زين، اللي هي طبعا زي موضوع الابونتو. الابونتو فيه توزيعات كثير ديبيانيه، ف تحصل لينكس مينت مبني على ابونتو بسبب ان ابونتو اسهل للبناء عليه من الديبيان. نفس القصه منجارو بتكون محطه بناء بتوزيعات ثانيه. طيب خلونا نشوف نقول بسم الله. من هنا طبعا زي ما شايف الشريط السفلي ما في شيء يعني جديد اتكلم عنه تقريبا، لكن بتكلم عنه وكانك ما شفت الفيديو اللي راح. لذلك في عندك هنا منطقه التنبيهات اوكي، هنا في الساعه في الشبكه ماشي، الصوت ما في شيء معين، لكن هنا في طرفيه سريعه جدا تطلع وتروح ماشي، فانت ممكن تطلع الطرفيه من هنا بسرعه وتكفله. طبعا بالنسبه للموضوع توزيع مبني على ارتش لينكس في الطرفيه احسن، بركي على بلاط اوكي، لكن هم سهلوا الموضوع حطوا لك برامج جديده. في عندك الفايرفوكس وفي عندك مدير ملفات. طبعا طبعا تحتاج تحديث اكيد لانها رولينج ريليز، فبنشوف شنو الحدث اصلا، ولكن خلونا نشوف ايش موجود. في عندك هنا موجود برنامج فوكو سكرين وتصوير الشاشه، ايضا في الاعدادات الخاصه بالنظام. طبعا ما ادري اذا كان في شيء، طبعا في كي دي اي كونكت، هذا اعتقد انه الاتصال مع الاجهزه الثانيه تمام، فانت ممكن تضيف اجهزه من هنا. بصراحه انا ما اتعامل مع البرنامج هذا وما حاب افتي لكم شيء ما اعرفه، لذلك ما في شيء معين موجود اصلا بالتوزيع هنا او بالمنطقه هذه. لو رحنا لهنا طبعا هذا مدير البرامج الخاص بال شو اسمه التوزيع، ولكنه مبني طبعا على شو اسمه، كثر ما قلت شو اسمه اليوم، على الباكمان، فانت ممكن تستخدم باكمان بدل هذا، ولكن اذا انت حاب تستخدم واجهه رسوميه فانت ممكن من هنا تدير اللي هو النظام عنده. طبعا بتلاحظ انه في كم حزمه تحتاج الى ترقيه صح؟ اوت ديتد اوكي، كيف اسوي لهم ترقيه؟ انستول يقول لك ذا فانول ترقت سايز هج والله كبير الحجم، ما ادري هذا كم يصير، كم صفر؟ 1 2 3 ممكن يكون 2 ميجا نشوف. لا يا حبيبي ما في 2 ميجا، دي شكلها 22 اقول اضغط. من هنا اقدر نحدث النظام، طبعا ممكن تحط الباسورد حق الروت. طبعا جميل الموضوع انك خلال تثبيتك للتوزيعة، يا سلام يا سلام، خلال تثبيتك للتوزيعة فانت بتحصل على شو اسمه خيار انه هل تحط باسورد للروت الان ولا لا، فممكن تحط باسورد للروت. طبعا في مشكله انتم زينتم ملاحظين، فخلونا نقفل المخيس ذا زين، لانه بصراحه انا ما راح ارتاح الا اذا كنت استخدم. طبعا ممكن تقفل عن طريق اكس كيل، اكس كيل انتر، ما في اكس كيل. طيب شكرا كلوز. طبعا ما راح يوقف لما انا اخلص، لذلك راح افتح الطرفيه الحين ونسكره مع الطرفيه غصبا عنه. لاحظ انه بدا بينتهي الحين، ما ادري في بعض الحزم لو تلاحظ انه ما جابه اوكي، اللي هو المشكله بالرابط، لذلك قد تحتاج الى انك تحدث المستودعات نفسها. طيب
عاد خل الروت باكمان اس واي واي. طبعا هو بيرفض بيقول لك انه في هذا القفل. راح نمسح ام القفل الحين ار ام ماشي. راح نكتب باكمان اس واي واي الحين. طبعا هذا الامر خاص بتحديث اللي هي شو اسمه المستودعات. هذا شو اسمه خلينا نسوي له اغلاق نيو تاب بي اس حلو. في اغلب اللي في اوكي خلصنا. الترقيه طبعا سهله جدا. ممكن تكتب باكمان اس واي يو انتر او ممكن تكتب اس يو بما ان احنا سوينا قبل شويه. طبعا بتلاحظ انه في حزمتين لازم نسوي لهم تحديث قبل ماشي. فطبعا شوف توزيع متدحرجه هذا اول شيء لازم تسويه. فاضغط انتر عشان تسوي له ترقيه. خلصت الترقيه اللي هي الحزمتين الاساسيه. طبعا باكمان ضروري انك تسوي له ترقيه عشان تقدر ترقي له فوقيه الحزم. الان بيقول لك انه في اشياء تحتاج الى شو اسمه استبدال. استبدل 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 استبدل. طيب راح يحمل لك 1 جيجا بس. هذه مشكلة اللي هي توزيعات المتدحرجة ماشي. ف نوت ابجريد سايز توتال داونلود سايز. لا لا راح يحمل لك هذا كله الحين ماشي. فبتكون عندك المشكلة هذه اللي هي مشكلة التوزيعات المتدحرجة انه حجمه كبير التحديثات الا اذا كنت اول باول تحدثه. فتوزيع مثل هذه ممكن تحدثه مره واحده بعدين ممكن تستخدم سكريبت التحديث التلقائي الخاص بالارسينكس. طبعا ممكن تبحث عنه عندي بالقناه انا سويته مره بس ما ادري وين حطيته. عموما حتى لو انك ماذا ممكن تسوي التحديث التلقائي بسهوله عن طريق تكتب كرون تاب بعدين تكتب اي تجي هنا اكسبورت. بصراحه انا ما احب الاداه طلع قبل شوي. اكسبورت اديتور مساوي نانو. طيب راح اجي هنا اكتب نجمه لا مو بنجمه راح احط هنا دقيقه ساعه واحده طنق طنق طنق. اوكي راح اكتب هنا باكمان اس واي واي اند باكمان اس رجال شو هذا كله باكمان اس واي يو. اوكي طبعا هذا عشان تسوي تحديث تلقائي. بعدين تكتب هنا نو كونفيرم. طبعا انت في شغله طبعا نو كونفيرم علشان انه يثبت التحديثات بدون ما انه ذا. فكل يوم بيسوي ترقي بلوك فلاني. في حاجه بتصير على مسؤوليتك ماشي. لانه احيانا في بعض الاشياء يكون فيها مشاكل فانت ممكن تسوي له فورس لكن ترى على مسؤوليتك. لانه احيانا فورس تدمر النظام. انا علمتك فانت بكيفك. احسن شيء تسوي نو كونفيرم وتشيك مثلا تحط الامر هذا تكتب var log auto update dot log مثلا. هذا الملف راح يكون فيه مثلا اللي هو زي ما تقول كل شيء يطلع من الباكمان. فانت ممكن تشيك على الباكمان تشوف هل تم التحديث ما تم التحديث الى اخره. هذا موضوع الباكمان اللي طولت عليه. طبعا في موضوع اللي هو اخر اللي هو اليورت. فانت ممكن تستخدم اليورت من هنا صح. اوكي فاليورت طبعا مشروع عندي بالقناه وخالص منه لكن خليني اشرح لكم اياه. اليورت بيكون فيه برامج غير موجوده بالمستودعات الرسميه وغالبا مليان مليان برامج. فهذا اللي يميز الارتش لينكس انه تثبت البرامج بسهوله من هنا. فعلى سبيل المثال للحصر لو جيت بحثت باكمان عن مثلا برنامج جيتسي اللي هو برنامج اتصال جيتسي راح تلاحظ انه مو موجود. لكن لو رحت هنا لليورت اليورت بيجيب لك اياه اكيد. زي ما انت شايف موجود اليورت وفي عفوا بالجيتسي واسترات كثيره. المميز بالموضوع ترى ممكن تلقى برامج بالهبل هنا اي شيء تبيه ممكن تحصله عن طريق اللي هو اليورت ماشي. ماشي هذا بالنسبه لي الباكمان. طبعا ترى هذا هو الفرق الوحيد اللي هو يختلف عن المراجعه اللي راحت. الحين بعض الناس بيسال ايهما اختار هذه ولا ذي ماشي. طبعا بشوف اذا في خلفيات تختلف ولا لا. طبعا هنا في خلفيات غير شايفين. طبعا في خلفيات صف مكتب مختلفه عن اللي موجوده هناك. هذا احسن. طيب هذا زي اللي عند بيتنا. هذا قدام بيتنا في زيه بالضبط. طبعا الفيديو راح وريتكم اللي قدام بيتنا هذاك. الحين هذا قدام بيتنا. طيب اوكي بس احنا بيتنا لا هذا مو قد زي البيت. احنا بيتنا فيه نخل زياده هنا. طيب جميله جدا لكن هذا قصه الغراب ذا يا شيخ. نحس شكلك نحس. طيب ايش عندنا بعد؟
خلينا نشوف البرامج هل في اشياء اضافيه غير البرامج اللي هناك. جيمز ما في طبعا، ستيم موجود، في عندك طب نفس البرامج المشابهه اللي هناك طبعا، اوكي الكي دي اي كونتاكت كله تقريبا مشابه للي هناك، فما ردع نكرر المراجعه مره ثانيه، ممكن تشوف هناك مراجعه مفصله عن البرامج. لكن ايش موضوع اللغه العربيه مع التوزيع هذه؟ هل نقدر نعرف التوزيع ولا لا؟ تقدر تروح عن طريق انبوت ديفايسز اول شيء عشان تسوي لغه عربيه. طبعا هم غيروا موضوع الضغطه، فانت المفروض انك بالكي دي اي تضغط مره واحده على هذه، لكنهم غيروا حطوا الى ضغطتين. كونفيجر لاي اوت تسوي اد من هنا عشان تضيف اللغه العربيه، بعدين اضغط عربي. طبعا قاعد العب برجلي عشان تسوي دراسي، اوكي. فاحنا نروح من هنا بعد عشان نسوي لاي اوت وسويتشنج، اوكي. بعدين تسوي تختار اي مفتاح تبي عشان نسوي تبديل. انا متعود على رايت كليك، فحط رايت كليك، ماشي حلو. رايت كليك ذي رايت كنترول. بالنسبه لي اللغه العربيه كواجهه هذه اعتقد انهم غيروها حطوها هنا اذا كانت نفس التوزيع عليك، تمام اوكي. فهنا بتحصل لانجويجز، طبعا بتحصل انه اللانجويج حقت العربي مين موجوده. طبعا اول ما تثبت النظام في يطلع لك علم تحت هنا شايفه، فبيقول لك انه هذا يقترح عليك انك تثبت الحزم حقت اللغه. طبعا بتعدي حزم لغه كثيره عشان ايش اسمه واجهه واحده، فاللي عليك تسوي انك تروح لهم الكونسل هنا بالطرفيه طبعا. خلاص خلاص شكرا، ماشي. ثم تكتب طبعا تدخل على الروت باكمان اس واي اس اس، بعدين تكتب كي دي اي، اعتقد اسمه انا اكتب كي دي عربك، اوكي هذا هو هذه الحزمه. طبعا ما ادري اذا انا اقدر اثبتها اصلا ولا لا، لانه اعتقد انه يحتاج تحديث الواجهه، لكن نشوف. باكمان اس، اوكي راح ثبت لك هذه. طبعا هذا عن طريق طبعا تعريب الواجهه نفسه، فانت ممكن الحين بسرعة شديدة تخلص من تثبيت اللغة. خلصنا، نروح الحين راح تحكم مرة ثانية أو مركز التحكم أو أي اسم تبيه. بعدين تروح هنا على هذه تحصل languages وتضيف language حقت العربي هنا، ماشي. خلاص الحين اللغة العربية صارت أم النظام، فأنت ممكن تسوي أوكي. طبعا ممكن تسوي تسجيل خروج وتدخل مرة ثانية عشان تعرض نظامك بالكامل، تمام، بما في ذلك اللي هو الشريط السفلي اعتقد بيتغير مكانه. خلنا نطلع ندخل باسورد، اوكي تغير مكان الشريط السفلي صار كشي بالعربي، جميل جدا. خلونا نشوف بس نظره سريعه على نسترت النواه اللي موجوده مع التوزيع هذه، اوكي 3.10 فيعني الحين نازل 3.13 اعتقد 3.14 الارتش، الله اعلم لاني ما ادري عن ارتش الحين. طيب هذا المراجعه حقت النت رانر، وايش اختار؟ اختار ذي ولا اختار ذي؟ راح اقول لك اياها ببساطه. عندك انترنت سريع، ما عندك مشكله بالتحديثات يعني مستمره، ثبت هذه. ليش؟ هذه بتكون اسرع، بيكون عندك دائما برامج حديثه وجديده. اذا كان عندك انترنت في مشكله او زي ما تقول ما تحب التحديثات الكثيره، تحب تحدث النظام مثلا ما بين الفيهه والاخرى، ما ادري فيهه صح ولا قيها ولا بنيها، ما ادري وش هي، فانت ممكن تستخدم توزيع مبني على الدبيان. ايضا توزيع الدبيان اسهل تعامل، اوكي اعطيك على بلاطه، فاذا كنت خايف من التعامل مع الطرفيه كثير استخدم ذيك. بس انتهت مراجعتنا، نشوفكم ان شاء الله في مراجعه قادمه لاي توزيع تبونه، في تحت رابط خاص بالطلبات. مع السلامه.